وزير الداخلية والمركزية والصحة يشاركان عبر تقنية الفيديو في حفل انطلاق مشروع الحماية المدنية والطوارئ الصحية بموريتانيا. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 85 حالة شفاء و77 إصابة شديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. بدء اليوم على عموم التراب الوطني، سريان تخفيف الإجراءات الاحترازية وفتح الطريق بين مختلف ولايات الوطن. أينما كنتم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الثامنة من قناة الموريتانية، والتي ترافقني فيها بلغة الإشارة زميلتي عائشة متعلي. مشاهدينا الكرام، لمحاصرة الجائحة ارزموا بيوتكم ونحن نرافقكم بالمعلومة والخبر، ونلفت عنايتكم كذلك إلى أن النشرة الرئيسية ستكون 8:30 بدلا من 8 ابتداء من يوم غد السبت. نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني، حيث وجه سيادته برقية التعزية التالية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. وبهذه المناسبة الأليمة أود أن أعرب لكم ومن خلالكم للشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن حر التعازي وأصدق المواساة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخوكم محمد ولي الشيخ الغزواني. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني برقية التعزية التالية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ولي عهد إمارة أبوظبي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ولي عهد إمارة أبوظبي، تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. وبهذه المناسبة الأليمة أود أن أعرب لكم عن حر التعازي وأصدق المواساة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخوكم محمد ولي الشيخ الغزواني. ووجه رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني كذلك برقية التعزية التالية إلى صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تلقينا ببالغ الأسى والحزن نعي المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. وبهذه المناسبة الأليمة أود أن أعرب لكم عن حر التعازي وأخلص المواساة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخوكم محمد ولي الشيخ الغزواني. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني برقية تهنئة إلى فخامة السيد خالتما بالتوغوا رئيس جمهورية منغوليا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وشدد رئيس الجمهورية لنظيره المنغولي حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين. شارك وزير الداخلية والمركزية والصحة اليوم عبر تقنية الفيديو في حفل انطلاق مشروع الحماية المدنية والطوارئ الصحية بموريتانيا الممول من طرف حلف شمال الأطلسي. يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات العملية والتنسيق بين الحماية المدنية والطوارئ الصحية برعاية منظمة حلف شمال الأطلسي.
ضرورة التنسيق بين الحماية المدنية والطوارئ الصحية شكلت عنوان انطلاق المشروع الممول من طرف منظمة الحلف الأطلسي الهادف إلى تطوير القدرات العملية والتنسيق بين الحماية المدنية والطوارئ الصحية في موريتانيا. المؤتمر المنظم عبر تقنية الفيديو شارك فيه وزير الداخلية واللامركزية ووزير الصحة إلى جانب الأمين العام للمنظمة وكاتب الدولة الروماني وسفير بلادنا لدى منظمة الحلف الأطلسي. وزير الداخلية واللامركزية الدكتور محمد سالم المرزوق أوضح أن هذا المشروع الذي ينضاف إلى سابقه المتعلق بمركز العمليات واليقظة والإنذار وتسيير الأزمات ينسجمان مع رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الهادفة إلى خلق أدوات عصرية للحماية المدنية وتسيير الأزمات، وهو ما تمت ترجمته عبر التنظيم المؤسسي الذي بموجبه تحولت المديرية العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، مضيفا أن هذا المشروع يغطي بالدوام 3 مناطق يقطنها ما يزيد على 60% من السكان، وفي حالة أزمة سيمكن من تغطية منطقة أخرى من خلال منظومة استباقية للتنسيق العملياتي للمشروع. بدوره وزير الصحة الدكتور محمد نذير الحامد ثمن المشروع الذي يدعم مكونة الصحة التابعة لقطاعه، موضحا أن موريتانيا استطاعت بفضل الإجراءات الاحترازية أن تحد من انتشار جائحة كورونا، مما يفرض على الجميع التحلي باليقظة عالميا وإقليميا ومحليا في إطار خطط وطنية للتجاوب مع الحالات المستعجلة، شاكرا كل الجهات المتدخلة من أجل تنفيذ هذا المشروع. كما شهد المؤتمر مداخلات من طرف الأمين العام المساعد لمنظمة الحلف الأطلسي وكاتب الدولة الروماني وسفير بلادنا لدى منظمة الحلف الأطلسي، انصبت كلها حول أهمية المشروع الهادف إلى تعزيز قدرات الأمن المدني والطوارئ الصحية ومستوى التعاون والشراكة بين موريتانيا من جهة والحلف والشركاء الآخرين من جهة أخرى، إضافة للدور الذي سيلعبه المشروع في تحسين الصحة العمومية وتسيير الأزمات. انطلقت اليوم بالعاصمة نواكشوط مرحلة الانتقاء الأول للمشاريع المختارة ضمن برنامج مشروع مستقبلي المنفذ من قبل وزارة التشغيل والشباب والرياضة، وستمول المشاريع التي سيعلن عنها ضمن الفرز النهائي المقرر الأسبوع المقبل في كافة ولايات الوطن بالتعاون ما بين وزارة التشغيل والشباب والرياضة والصناديق الشعبية للادخار والقرض. 500 ملف تقدم من خلالها عدد من الشباب في ولايات الوطن بمشاريع مدرة للدخل بقية الحصول على تمويلات ميسرة، وذلك ضمن برنامج مشروع مستقبلي. المشرفون على المكاتب الثلاث التي تم اعتمادها لمباشرة الملفات المختارة طبق معايير محددة شرحوا الآليات والمعايير التي تم وفقها الانتقاء الأولي للمشاريع المختارة قبل الفرز النهائي الذي سيتم الأسبوع المقبل بمختلف ولايات الوطن. مشروعي المستقبلي من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، وكيف تعرفوا ما لاهي كررها مرة أخرى، لأن من بعض الصعوبات اللي يواجه الشباب هو الولوج إلى الآليات المالية الميسرة، ورغم ركود الاقتصاد رغم قلة الديناميكية الاقتصادية نتيجة لجائحة الكورونا، هذه الحكومة استطعت أنها تخلق الفرص، وسنخلق إن شاء الله مزيد من الفرص. بدأنا مولف تطبيق ذيك الاتفاقية اللي عدنا مع اتحادية أرباب العمال الموريتانيين، وباكتتاب مئات من الشباب الموريتاني في قطاع اللي قالوا الأشغال العامة. وفي الحقيقة هذا 500 اللي لا ينقبضوا واللي للتذكير الانتقاء النهائي لا يخلق غضون أسبوع بإذن الله إن شاء الله، ونفس المكتب مكاتب دراساتهم لا يقوم عليها. وهذا 500 حملة مشاريع في الحقيقة هي أكبر دليل على أن التشغيل الذاتي لأنه آلية للقضاء على البطالة، ودليل مولي أن فرص التشغيل خالقة. وتقوم وزارة التشغيل والشباب والرياضة بالتعاون مع صناديق القرض والادخار بتمويل المشاريع المستفيدة من البرنامج. مشروعي مستقبلي ليهدف إلى شراكة مع الشباب العاطين على العمل، من تمكينهم منهم الولوج إلى العمل والتحصيل
والمشاركة اللي قالوا التنمية وأنهم يعودوا فاعلين اقتصاديين بدأ من يعودوا عاطين عن العمل. هاي الإرادة تم تجسيدها بوزارة التشغيل في إطار برنامج رئيس الجمهورية تعهداتي، ونحن كوسيط مالي لا نقوم إن شاء الله بتحصيل هذه الأموال وإياك أن يتم تدويرها مستقبلا وتتسع قاعدة المستفيدين من هذه البرامج اللي هو. وزير التشغيل والشباب والرياضة أشرف في هذا النطاق على توقيع اتفاقية بين الوزارة وصناديق القرضي والادخاري من أجل تمويل 500 مشروع التي ستستفيد من برنامج مشروع مستقبلي على مستوى كافة ولايات الوطن حسب كثافتها السكانية. مشروع مستقبلي هو أول برنامج من نوعه يخلق في البلد، لأنه تمت أولا الإجراءات اللي مر بها إجراءات في ياسر من الشفافية وانقبضت الاحتياطات الكاملة باش الشباب يستفاد مولي بدون تمييز، وهذه هي توجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ الغزواني لعناية بالشباب والمحافظة عليه وخلق له فرص عمل. ومن شأن المشاريع التي سيتم اختيارها خلق ما يناهز 1500 فرصة عمل ضمن تشغيل الذاتي للشباب. علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المالية أمس في اجتماع في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، وإليكم في مالي ملخصا للمؤتمر الصحفي. استهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤتمر الصحفي الأسبوعي بعرض مجموعة مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الصادرة عن اجتماع الحكومة الأخير قبل أن يفسح المجال أمام وزير المالية لعرض مشروعين قانونيين تم عرضهما أمام اجتماع مجلس الوزراء. مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي الموقعة في باريس بين بلادنا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، استعرضه وعلق عليه وزير المالية. إن انضمام موريتانيا لهذه الاتفاقية سيسمح لها بتوسيع شبكتها التبادلية من 6 دول إلى 137 دولة يمكنها تبادل المعلومات معها، وكذلك الحصول على المعطيات خاصة تلك المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات الموجودة في بلادنا. واستعرض وزير المالية كذلك مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المنظمة للنظام الضريبي والجمركي المطبق على مشروع بناء جزر روسو الموقعة بين بلادنا وجمهورية السنغال. يندرج هذا المشروع ضمن السجل التعاوني المثمر القائم بين البلدين، وتم توقيع اتفاقية تحديد النظام الجبائي والجمركي المطبق على الشركات المكلفة بتنفيذ الصفقات المشتركة المتعلقة بالمشروع خلال قمة نواكشوط التي جمعت في شهر فبراير الماضي صاحبي الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني والرئيس السنغالي ماكي سال. وفي رده على سؤال حول قضية البنك المركزي مستجداتها وانعكاساتها، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة: أي بنك مركزي قد خلق فيه، والله أي بنك عادي خلق فيه سرقة وخلق فيه تحايل، المهم فيه الشفافية والمهم فيه المسطرة القانونية اللي تأخذها البنك المركزي، يسوع على المستوى الداخلي في رقابتها وفي تفتيشها، ويسوع ملي خروجها على المستوى القضاء اللي عاد وكيل الجمهورية والشرطة القضائية اللي متحولين. إذن ما عند الحكومة اللي تعليق يكون ذلك المسطرة اللي تتواصل وكل المسؤولين يلتفهم القضاء في مسؤولياتهم. وفي سؤال له عن الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لمواجهة التعايش مع كورونا في ظل الحديث عن تجاوز البلاد مرحلة الذروة، أراد الناطق الرسمي باسم الحكومة: خطة التعايش مع الكوفيد. الكوفيد جائحة عالمية الدول كاملة عانت منها، وإحنا الحمد لله ولله الحمد من أخف كنا الضرر فيها، وهذا إعلان عن فتح الطرق ولا توقيف الحظر ما معنى عن الجائحة متخارج جائحة خارج، يعني ما خارج إلا جائحة ولا يقتل إلا كوفيد، يقتل الجوع ويقتل قلة العمل وتقوم بلابل اجتماعية اللي تعود الناس تصرح عن أعمالها. معنى عن الدول كاملة بدأت تفتح، لأن ضرورية التعايش الاقتصادي والإنتاج والعمل ضرورة إنسانية وضرورة بشرية. هذا يعني ما معنى عن خطر، لا
معنا عن فم إجراءات وقائية واحترازية يالتها تصاحب هذا الانفتاح ينين تزول كلية. وهذا تشدت عليه اللجنة وتوجيهات من المنظمة الدولية للصحة وتوجيهات وزارة الصحة وتوجيهات الحكومة، أعلن حمل الكمامات مفروض وأعلن التباعد الاجتماعي مفروض، يعني العمل لابد من ضرورة شديدة. حق تقدر تشكل عامية يعلن إذا ما تخالق، يعني إذا هم مطلوب منا كاملين أعلن نواكبه في التحسيس والإعلام أعلن إذا ما وما زالت حالة واحدة موجودة الخطر لا موجود. سجلت مصالح الرصد الجوي هطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد خلال 24 ساعة الماضية، وذلك على النحو التالي. أعلنت وزارة الصحة في نقطتها الصحفية اليومية عن تسجيل 85 حالة شفاء و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة رحمهم الله. يتميز هذا اليوم بتسجيل 77 حالة جديدة، من بينها 73 حالة مخالطة وأربع حالات مجتمعية، كما يتميز بتسجيل 85 حالة شفاء ولله الحمد، ونحزن لرحيل شهيدين رحمهما الله. هكذا وبلغ عدد الحالات منذ بداية الجائحة إلى 5203 حالات، من بينها 4904 حالة مخالطة و145 حالات مجتمعية و154 حالات وافدة، كما بلغ عدد حالات الشفاء 2111 والوفيات 146، ليتغمدهم الله كلهم برحمته الواسعة وليشفي جميع المرضى. الحالات النشطة اليوم عددها 2946، منها 2480 بدون أعراض و459 بأعراض خفيفة، وسبع حالات يحتاجون الرعاية. عدد الفحوصات بلغ إجمالاً 48,946، منها 909 تم إجراؤها خلال الساعات 24 الأخيرة، أي 219 فحص للمتابعة و690 للتشخيص. وتتوزع هذه الفحوص على النحو التالي بين الولايات: أربع فحوص من الحوض الشرقي، خمسة من الحوض الغربي، اثنان من العصابة، 13 من قرقل، 32 من البراكنة، 18 من ترارزة، 28 من أدرار، 16 من واذيبو، فحصان من تقانت، 14 من قديماقة، 6 من تيرزمور، 19 من إنشيري، 273 من نواكشوط الغربية، 260 من الشمالية، و217 من الجنوبية. والحالات الجديدة تتوزع على النحو التالي: ثلاثة من مقاطعة ظهر، حالة من مقامة، حالة من ألاق، حالة من بوقة، أربع حالات من أطار، ستة من الإقصر، اثنتان من تفرق زينة، تسعة من دار النعيم، خمسة من تيارت، خمسة من توجونين، 28 من عرفات، ثلاثة من الميناء، وتسعة من الرياض. ونتحول إلى ولاية دخرة وأديب، حيث عقد الأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان صباح اليوم في مدينة وأديب اجتماعا مع الفاعلين والمتدخلين في المجال الثقافي والصناعة التقليدية على المستوى المحلي. خصص الاجتماع لشرح محاور محددات سياسة القطاع والدور المنوط بها في بناء الإنسان وتكوينه من خلال المكتبات وتأطير الصناعة التقليدية وحماية الموروث الثقافي.
داخل قاعة الاجتماعات بالمندوبية الجوية لقطاع الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، وفي لقاء مطول مع رؤساء اللندية والجمعيات الثقافية والحرفية والتعاونيات، تحدث الأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان عن أهداف زيارته لمدينة وادبو واهتمام الحكومة بتطوير الثقافة والموروث الوطني وفق رؤية جديدة تقوم على التشاور مع كافة الفاعلين في هذا القطاع. تعلمون أن فخامة الرئيس وضع برنامج يقوم على أساس الإنسان، وهذا القطاع قطاع الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان قطاع كبير وهام ولا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى. إذا كانت قطاعات التجهيز تهتم ببناء الطرق والموانئ والمطارات والإسكان ببناء المنشآت والمدارس، فإن قطاع الثقافة يهتم ببناء العقول وصناعة الإنسان. نحن اليوم سنضع لبنة الأولى بمكتبة، لأن فخامة رئيس الجمهورية تعهد بأن كل عاصمة ولاية تكون فيها مكتبة تحتوي على الدراسات الإسلامية والدراسات الرياضية والعلوم الطبيعية والفيزياء، يعني مكتبات مدرسية وتحتوي على الكتب الفكرية لتنمية الفكر. والي داخلة وادب والسيد يحيى والشيخ محمد فال تناول الكلام في هذا اللقاء، حيث أشاد بدور المكتبات في تعزيز ثقافة المطالعة ونشر العلوم، داعيا الجميع إلى مواكبة الدولة من أجل النهوض بالثقافة والصناعة التقليدية. أما عمدة بلدية وادب سيد القاسم البلالي، وفي كلمته الترحيبية طالب الوزارة ببذل كل الجهود من أجل تحسين واقع الثقافة ودعم المواهب الشبابية والنسوية، مذكرا بخصوصية وادب كمدينة جامعة لكل الموريتانيين. وكان المندوب الجوي لقطاع الثقافة والصناعة التقليدية على مستوى ولاية الداخلة وادبو سيد محمد المامي ولبوه قد رحب بالوفد الرسمي واستعرض أبرز المشاكل المطروحة للقطاع. بعد ذلك فتح المجال أمام ممثلي الأندية والروابط الثقافية والشبابية وأصحاب المهن، حيث تناولوا المعوقات المطروحة والتي تركزت أساسا حول نقص البنية التحتية وضعف تسويق المنتوج وضرورة إشراك ولاية داخلة وادبو في المعارض الوطنية والدولية مع توفير الدعم المالي للفاعلين في القطاع. وقد رد الأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان على الأسئلة والملاحظات المقدمة خلال هذا اللقاء، ليختتم نشاطاته بزيارة مبنى المندوبية الجهوية والذي يضم عدة مصالح، وتعرف على دورها وعلاقتها مع مختلف الفاعلين والمهتمين بقطاع الثقافة والصناعة التقليدية. أعطت وزارة التجهيز والنقل صباح اليوم إشارة انطلاق التنقل بين ولايات الوطن وسط تشديد على احترام الإجراءات الرقابية وتحسيس السائقين حول خطورة الإفراط في السرعة. تفاصيل أكثر نتابعها في سياق التقرير التالي. 3 أشهر ونيف قضاها المواطنون دون تنقل بعد أن ألقى فيروس كورونا بظلاله على بلادنا، لتعلن الحكومة فرض حزمة من الإجراءات لتفادي تفشي الفيروس والحد من آثاره. قلق عام حول الظروف التي ستجري فيها هذه العملية وإمكانية الحد من حوادث السير والالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة. احنا اليوم هون باسم وزير تجهيز النقل عاطينا إشارة انطلاق مواكبة لفتح الطرق طريق ما بين المدن ورفع حظر التجول، عاطينا إشارة انطلاق المكتب رقابة الطرق لمواكبة الحدث، توعية وتثقيف السائقين حول ضرورة التقليل من السرعة المفرطة التي قد تؤدي لا قدر الله إلى زهق أرواح المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي نصت عليها الحكومة الموريتانية كباقي حكومات العالم من أجل التقليل وخفض انتشار فيروس كوفيد-19، من التباعد بين المسافرين ورفع وضع الكمامات وغسل الأيدي. عودة آمنة في ظل جائحة عطلت مسارات الحياة نحو 100 يوم هو أمر مطلوب وغاية منشودة تعمل عليها الجهات المعنية، ليبقى وعي المواطن الورقة الرابحة لكسب رهان التعايش السلمي مع فيروس كورونا.
تزامنا مع سريان فتح الطرق بين الولايات والمدن والرفع الكلي لحظر التجوال، أكدت سلطة تنظيم النقل الطرقي أن أسعار النقل لم يطرأ فيها أي تغيير، وتدعو المواطنين إلى ضرورة الاتصال بممثلها في عواصم الولايات لضمان احترام الأسعار المحددة. من ملتقى طرق الصباح بولاية نواكشوط الغربية يشد هؤلاء الركاب الرحال إلى مناطق مختلفة من البلاد. هذه المحطة كغيرها من محطات النقل بدأت في تهيئة نقلهم مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل السلطات الصحية، وللاطلاع ميدانيا على سير مجريات فتح العبور بين الولايات قام رئيس سلطة تنظيم النقل الحضري السيد بالخير والبركة بزيارة لمحطة ستام للنقل، حيث باشر الإجراءات المتخذة من أجل تطبيقها بشكل صارم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين. النقل ما شاء الله زين متوفر ما شاء الله، عقمنا أيدينا وطاونا هاو الكمامات والحمد لله ما شاء الله متواصلين، عامل ما شاء الله بعد الكهرباء ما شاء الله هاو مشكلة ما شاء الله زين بعد ما شاء الله الحمد لله. قيسين وايبو قطعنا لاب 6000 الحمد لله، ظروف ما هي صعبة الحمد لله، عقمنا يجينا وطلونا كمامة لجرات على ما يرام الحمد لله. الناقلون من جانبهم رحبوا بالقرار مبينين أنهم يواكبونه نظرا للحاجة الماسة لتسهيل نقل البضائع والأشخاص. بالنسبة للانطلاقة نحن مباركينها وتوصيات الحكومة نحن عاملين بها ومباركينها ومزيانة عندنا وزينة ومشينا فيها. بالنسبة نحن هذو مستثمرين في القطاع عندنا ياس من نقاط نتضروا منهم، عندنا ياس من مشاكل نتضروا من هيئة الدولة ومالي تدير لنا لفتة. ملتزمين إن شاء الله بعدم السرعة به اللي قاعد ذاك صالحهم هم أولا وصالح الأشخاص اللي رافدين. نحن كناقلين وكنقابات منذ البداية واكبنا الدولة في الإجراءات اللي عدلت بها اللي كانت قاعد حتمية، ونحن لابد أن نواكب دولتنا في كل شيء يتعلق بالحياة والله بممتلكات المجتمع المواطنين نحن مساعدين فيه. وفي المحطة الجنوبية على طريق نواكشوط روسو اطلع رئيس السلطة على الإجراءات المقام بها المتمثلة في تحديد عدد الركاب واتباع الإجراءات الاحترازية كاستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي. المحطة عقمناها يامس انصقلت وعقمت، والركاب ملي سائقين ملي أعطيناهم تعليمات ولا إرشادات منهم يتكايسوا، والسرعة ما يخلق تخطى 80 ولا 90 سمعتك، ويعرفوا أن الوتات ياسرين ماشيين وجايين، والمهم عندنا لا سلامة الناقل سمعتك وسلامة الركاب. بدء سريان النقل بين المدن يتطلب من المواطنين التزام الحيطة والحذر لمواجهة انتشار وباء كورونا والحرص على التقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية وإدخالها في سلوك وعادات المجتمع، متمثلة في تفادي الاجتماعات والتزام المسافات وارتداء الكمامات وغسل الأيدي وتعقيم الأماكن العمومية. إلى ولاية الترانزا حيث شهدت محطات النقل بمدينة تيغنت اليوم إقبالا متوسطا من المسافرين المغادرين للمركز، وذلك بعد السماح للأشخاص بالتنقل بين الولايات في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية. أول أيام قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والسماح بالتنقل بين الولايات تبدأ محطات تيغند للنقل في تسير الرحلات إلى العاصمة نواكشوط بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر. الناقلون رحبوا بالقرار واعتبروه خطوة جاءت بعد انتظار طويل، مبدين جاهزيتهم لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتفهمهم لأهميتها. زينا عندنا وفاصلين فيها، بنا لنا تشرحنا وقعود ومشينا اليوم قطعنا الباساجة ما رأينا نرفضوها، مشينا أنا صاحب عنده 42 القوارب مشي جاي ريت رقاجين ما اللي ركب معي، أنا قطعنا مرأة ركبت معي قلت لنا أنا تتلثم وتلثم وراجل قطعنا أنه دال ذان متلثم قطعنا ونقص عني متلثم ويجي متلثم. فتحت الله ما أترين أنا خبر يعني فتحت الله البارح ما أترين أنا هش أنت تسمع كان فتنا توتنا جام الله شاف نقول لكم مصالح فينا تم عمولة فينا أنت أسمع تقار ما بعد خرجت يعني أنا بعد ما أصير عليه لا هذا نايف راس ترى في 9 عتر بدل 6. الترحيب ذاته أبداه المسافرون وهم يستعدون لاستئناف أعمالهم المعلقة ومواعيدهم الطبية في العاصمة. أنا هاي اللي 4 أشهر والله 5 أنا محبوسة هنا شيو وعندي ميعاد ونطمن أنا عن فتحة الطريق واليوم ماشي بعد إن شاء الله ميعاد العيني. ما أنا الله الحمد لله لا السعر كان مزاد ولا نقصه.
التزامات واهلي عنها كل حد فهمها على المكان فهمها فهمها والوقايه معروفه وهذا قاع ما يكلف ياسر خلق اجراءات وقايه معروفه كل حد يعرف وعلى العموم بعد نحن ما نباخلي ومتقيدين بها. وبعودة النقل إلى نشاطه تنتعش المطاعم ومحطات استراحة المسافرين ليزاول أصحابها عملهم المعتاد مع ما تقتضيه الظرفية من تدابير احترازية. حامد المولانا هلت الشهر نحن مقفلة ولا افتحنا موه اليوم. حامد المولانا شو سلكنا بعد حامد المولانا جاونا لأن عندنا شو أنا شارب وشي من أرض الجفن وشارب واشداتهم في أرض الجفن نقعد مع الصباح نرش بلي كامل ورش مواعين وكساني وسمعته بلي ومكاني ولكل كاس وشابوا رجال نقبلوا أرض الجبان نص قولي نين نص واللي كانوا جيرتي نقبلنا نص نقبلوا أرض الجبان منو ولين ما قمت الحمد لله وتوذا قد الحمد لله. وتشهد عديد المحاور الطرقية عمليات ترميم وصيانة تسارع الشركات العاملة فيها الزمن من أجل إنهاء الأشغال فيها في آجالها المحددة. وهو ما يتطلب من السائقين ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة المفرطة لتفادي الحوادث وإيصال المسافرين إلى ذويهم بسلام حتى تدوم الفرحة دون مناغص. محمد لميد، هذه قناة الموريتانية، مقاطعة تيغند. ونربط الاتصال الآن بشبكة مراسلين في الداخل حيث ينضم إلينا من تيغند أحمد معلوم المحمد ومن مدينة النعمة عبد الودود والسيدنا. أهلا بكما معي في هذه النشرة. لو بدأت معك أحمد معلوم، أحمد معلوم، مع السماح بالتنقل بين الولايات، كيف كانت حركية التنقل من وإلى مدينة تيغند وكيف استقبلت الساكنة هذا الإجراء؟ استقبلت الساكنة هذا الإجراء طبعا بكثير من الترحيب والارتياح لأنها انتظرته منذ فترة، والبعض توقفت أعماله وأنشطته الاقتصادية في أماكن أخرى وكان ينتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر. اليوم لاحظنا إقبالا كبيرا كما ورد في التقرير على محطات النقل، مسافرون متوجهون إلى العاصمة ومتوجهون إلى مناطق أخرى، رغم أن هذا الإقبال طبعا يقول سائقون انه ما زال في دون ما يتمنون لانهم توقفوا عن العمل فتره طويله جدا، لكن مع الساعات الاخيره من النهار لاحظنا حركه كبيره للسيارات في اتجاه المناطق الاخرى من الولايه. وهنا من الضروري أن نشير إلى ما أشار إليه التقرير من أن ثمة بعض المحاور التي تجري عليها أعمال صيانة وترميم، وثمة أيضا وجود بعض من الأتربة الصنة الموجودة على الطريق مما يتطلب المزيد من اليقظة والحذر والتأني حتى يصل المسافرون إلى ذويهم بسلام. سكان تيغند هنا طبعا يعيشون في ظروف جيدة ويحاولون أن يتكيفوا وأن يتعايشوا مع هذا الفيروس بما يتطلب من إجراءات وقائية. لا مشكلة هنا كبيرة تطرح سوى مشكلة التخطيط وتأهيل المدينة، يطالب السكان بالإسراع في تأهيل المدينة لأنها لا توجد فيها طرق كبيرة، هنالك الطريق الرئيسي الوحيد الذي يربط العاصمة بالجنوب بجنوب الولاية، ويشهد زحمة كبيرة في الساعات الأولى من النهار وفي الساعات الأخيرة نتيجة لأنه هو الطريق الوحيد للولاية، ولذلك يطالبون بفتح طرق أخرى أو بتغيير مسار الطريق الرئيسي حتى ينقص ذلك من حدة أزمة المرور التي تحدث داخل المدينة هنا. يطالبون أيضا بتجهيز المركز الصحي وتزويده بالمعدات الضرورية حتى يواكب هذه الجائحة وما يمكن أن يتطور من لا قدر الله إذا ارتفعت الإصابات، فالمركز الصحي من فئة باء ويحتاج إلى تجهيز ورغم تكوين أصحابه وإعدادهم للتدخل إذا اقتضى الأمر ذلك. الأمور هنا طبيعية، تيغند لم سجلت فيها من قبل 4 حالات وشفيت والآن الحمد لله خالية من أي إصابة بفيروس كورونا. أحمد معلوم والمحمد، موفد قناة الموريتانية إلى ولاية ترارزة، حدثنا من مركز تيغند الإداري، شكرا جزيلا لك.
ونبقى في تيغند حيث باتت ساكنة المدينة تدرك حتمية التعايش مع فيروس كورونا المستجد بما يقتضيه ذلك من تدابير وإجراءات احترازية. يخشى البعض من أن يؤدي التخفيف الأخير للإجراءات للتساهل في تطبيقها. فريقنا المتواجد في تيغند يرصد تعاطي السكان مع هذا التخفيف. مركز تيكند الإداري أول أيام بدء سريان تخفيف الإجراءات الاحترازية حركة دؤوب على الخط الرابط بين المركز وروسو وعودة شبه طبيعية للحياة بسوق المدينة المركزي. زحمة مرور خانقة واكتظاظ بالباعة والمتسوقين. سلوك سكان المدينة يعكس جانبا من الوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية رغم ما يلاحظ من عدم تقيد البعض بهذه الإجراءات. الطبيب وابصار من الولي، ونحن على كل حال تالمين ونعرف عن اللي عندنا. لكن قالت ان الدولة، انا هذا جزار بوزاوي محتفظ على صحة المواطنين، لا احمي ما يقلبوه ليدين ولا نخليه ما نخليه مثلا يخمرس. نحن نسقي الوالدين بالصابون، عندي ركم مرة ومرة، لا احنا ايش مخالق مولانا، راطف بينا ربنا، ما عندنا شيء، ما نقدر كذبوا. قال الحمد لله مولانا ما جعنا الشتوف. سكان مدينة تيغند تعبروا للموريتانية عن مدى ارتياحهم لهذا التخفيف مع ما يبدونه من تخوف من تفشي الفيروس في مدينتهم، مؤكدين على ضرورة الأخذ بسبل الوقاية وخاصة في هذه الظرفية الخاصة. ناس بارك الله مرتاحة، كانت سعيدة وببكى عايشة معه، ما وقعت بارك الله موجود هنا سويت رزوش يالتيغند منين سمول كانت تقلي لفتحها منين فسحت بارك الله موليات معه ستسمعتني شاكلكم على عدلته حتى زي عندنا غرميات حد يحتفى بصحته ويعرف عن المرض ياسر منتشر في الأرض كاملة وعن حد يحتفى بخرفه نفسه مشي ما هو نافع. ومن جهة أخرى يضطلع المركز الصحي بمدينة تيغند بدور كبير في محاربة تفشي فيروس كورونا رغم محدودية وسائله، حيث تم تكوين بعض طاقمه الطبي على التعامل مع حالات الاشتباه ومتابعتها. عندنا إجراءات الحمد لله اللي هي متخذة على مستوى المركز، هون النظافة الشاملة، وهون قنا مفتوحة عند الباب حد يدخل يعود يلصق يديه سابق الدخول وسابق الخروج. وعلى ذلك أساس على ما يتعلق بالحالة التدخل هون فيه، في حالة رأينا هون حالة، احنا عندنا هون قبض الحرارة مخرصوها، حالة رأينا حالة مشتبه فيها نعود مثلا نتصل هون وكيل مسؤول عن هذا المرض الوبائي على مستوى الولاية نحسوا بها ونعدوا إجراءات ونعود نتخذوا. بما أن الفحوص ما كانت شاملة على العموم، كانت على مستوى الولاية وبدأت تتخذ جميع احتياطاتها في المراكز ذاكي تقن والمدرسة. ويطرح الوضع الجديد تحديا كبيرا يجعل الجميع مطالبا ببذل المزيد من أجل تعايش آمن مع الفيروس، وهو ما يتطلب استجابة أكبر وتقيدا تاما بإجراءات السلامة من الإصابة بالفيروس للحد من أضراره. أحمد معلوم محمد، الموريتانية، مركز تيغند الإداري. ولتسليط الضوء على الجانب الصحي من الإجراءات الاحترازية نستضيف لكم من مدينة تيغند الطبيب رئيس بالمركز الصحي في المدينة السيد علي واليحضيه. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم دكتور. بعد الإعلان عن فتح الطريق بين الولايات، ما مدى استعداد المركز الصحي في تيغند لهذا الإجراء؟ وهل المركز يحتوي على جناح خاص بالمصابين بفيروس كورونا ووسائل الكشف؟ أولا نشكر قناة الموريتانية على الاستضافة. شكرا. بالنسبة لهون مركز تيغند واكبنا الإجراءات المتخذة من طرف القطاع من بدايتها، كانت في البداية عندنا 35 شخص في الحجر الصحي بالنسبة للوافدين من الخارج، وذلك مرحلة الثانية سجلنا هون عندنا 4 حالات طبعا مشخصة ما بين المكشوط وروسو، كنا احنا متابعين لحالات المخالطة كانت 4. أول حالتين كانوا المخالطين 10 راية وشوفيت الحمد لله كاملة، اللي هم الحالات الأربعاية، وآخر حالتين هم اللي كانوا مخالطين حدود 12 شخص والحمد لله ما ظهرت لهم أي أعراض ولا شيء. بالنسبة للإجراءات الجديدة،
احنا هم الاجراءات موجوده عندنا على مستوى المركز الصحي من ادوات نظافه وتعقيم، وبالنسبه للطواقم الصحيه وجود الكمامات طبعا، وتباعد بالنسبه للحالات الناس اللي عندها الاستشارات الصحيه تعود بالنسبه للشخص اللي هي اللي يكون سلته يعبط بينهم هاي المسافه اللي 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 معتبره. طبعا مع فتح الطريق اللي يبدا تحدي جديد هي طبعا كثره الناس بالنسبه للمركز هون قرب من واكشوط، تكثر عليه الناس خاصه في فصل الخريف في العطله الصيفيه. دكتور، هل تم اتخاذ التدابير اللازمه من معدات ووسائل وطاقم صحي تحضيري لاجراء فتح الطريق؟ طبعا هون بالنسبه للمركز ما توجد فيه وحده خاصه مثلا بالاشخاص المصابين، بالنسبه للقاش اللي تعود توفر فيه الاعراض اجراء الفحص، وفي حالته مثلا تم تعرض لا موجودة عنده تم حالته لمركز الاستشفاء فروسو، لانه عدم وجود وحده عندهم لمعالجه الحالات اللي مصابه. دوره طبعا يقتصر على متابعة الحالات اللي ما عندها أعراض ومخالطينها. إذا الدكتور علي واللي يحظيها الطبيب الرئيس بالمركز الصحي بتيجند، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مركز تيجند الإداري. ودائما بولاية الترارزة، حيث تتواصل على مستوى مقاطعة كرمسين عملية بيع الأعلاف بأسعار مخفضة تحت إشراف لجنة مقاطعية مشتركة، وتدخل هذه العملية مرحلة الأخيرة وسط ارتياح كبير من طرف المنمين. تتواصل عملية بيع الأعلاف في مقاطعة كرمسين بوتيرة مقبولة لدى المستفيدين منها، وقد بلغت هذه العملية المخصصة لدعم المنمين والتخفيف من وطأة جائحة كورونا بلغت المرحلة الثالثة والأخيرة. نحن في نهاية المرحلة الثالثة، بداية يوم الاثنين اللي نبدأه في المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة بالنسبة لمقاطعة كرمسين عندها 100 طن، عدد المستفيدين لا يعود 1200-1250. الحيوان اللي هما الحيوان اللي 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 فرض عليهم يستفادوا، جاء الحاكم وعدل لهم احصاء وقف على الحيوان واحصاه وقبل لائحه في هذا، وعاد يوميا يمشينا نحن لائحه منهم نطرصوهم. وقطعا اليوم ذا قليل والله قاع ما هو خالق مستفيد، ما فات استفاد يكون حد ما جانا نحن. المشرفون على تسيير العملية في مقاطعة كرمسين يبدون حرصهم على أن يحصل كل المسجلين في اللوائح على حصتهم من الأعلاف. فعلى السنتين ذكرنا نحن موافقين بيناتنا ولا عندنا شيء، وعاطي الناس كاملة يسؤول من المقاطعة يسؤول من المقاطعة، ما يجد حد يقول ما استفاد، استفادوا مرات كل حد جيد قبل مرتين ولا هذا، ولا عندنا مشكلة الحمد لله، الأمور ماشية بطريقة جيدة. تسيير هنا حسن، تسيير هنا زين بالنسبة للحاكم وبالنسبة للرابطة اللي سيرفة التسيير أنا واحد منها. المنمين يجبروا ياسر منهم يجبر، وعلى كل حال من الساعة اللي بدأ بعد ما قد توقف المنمين جابري. وقد عبر المنمون عن رضاهم عن سير عملية البيع والخطة المتبعة في توزيعها. نحن هؤلاء المنمين هون تبارك الله ما شاء الله ما عندنا مشكلة، قضية تغطى عنهم ما شاء الله مستفادين وحالهم منتظم ما شاء الله وطريقة سليسة ولاهم مشكلة. ذاك اللي هو يراه حيوان وذاك اللي ما نمسجل هو اللي على معيار ويجبر حشو وموثوه. أنا قطريته محق عني مرتين. هذا وينتظر المنمون في مقاطعة كرمسين أن تتواصل العملية حتى يحل موسم الخريف الذي أوشك أن يكون قريبا. حمد لمين الهادي، قناة الموريتانية، مقاطعة كرمسين. ومن الترارزة إلى تير الزمور، حيث شهدت وكالات النقل بمدينة زوارات إقبالا كبيرا من لدن المسافرين بعد سماح السلطات باستئناف حركة تنقل الأشخاص بين المدن الداخلية في ظل ارتياح كبير للركاب. ونظرا للتحدي الصحي الذي قد تشكله الوضعية الشديدة، كثفت المنظمات الشبابية في مدينة زوارات نشاطاتها التحسيسية من أجل الحد من المخاطر التي قد تنتج عن قرار فتح الطريق. يقف حماد والحمدة منتشيا أمام وكالته وهو ينظم المسافرين استعدادا لتسيير رحلات نقل عبر الحافلات إلى نواكشوط وأطار
انتظرها المسافرون أسابيع طويلة كانت بالنسبة لهم كالأشهر بل السنوات. ولكي تنطلق الرحلات في وقتها المحدد يشرع هذا العامل في حزم أمتعة المسافرين استعدادا لانطلاق أول رحلة من الزوارات بعد قرار السلطات السماح بتنقل الأشخاص بين المدن الداخلية. ومناسبة هذا المرض اللي كان قافر نحن هذه الوكالة وتضررنا منه حتى وتضررت منه المجتمع قاع كامل، والله إلا شاكرينكم وشاكرين التلفزة الأم جهان وشاكرين الدولة اللي فتحت لنا هاي الطريق فاصلين فيها وفاصل فيها الشعب. أول شيء الحمد لله تبارك وتعالى على عودة الحياة لطبيعتها ولمجراها وعلى عودة النقل لمجراها، وحاولنا اليوم علينا نلتزموا بالضوابط اللي قالت لنا سلطة التنظيم ووزارة الصحة. لم يكن القرار المتعلق بالسماح بالتنقل بين المدن حدثا عرضيا لدى المسافرين، وإنما فرصة انتظروها بفارغ الصبر رغم خطر الجائحة المحدقة. جاء قرار الحمد لله بفتح الطريق ومرحبين به ما شاء الله، الله يجازي خير حكومتنا لكن عدلة كامل المولف صالحنا كامل سابق الافتتاح وبعده. والله سعيدين جد سعيدين بهذا افتتاح الطريق، بركة علينا وعلى المسلمين، شاكرا رئيس الجمهورية على افتتاحها، عايشين سعادة ما تنصف، بركة علينا وعلى المسلمين يا أرحم الراحمين في كل مكان. وتزامنا مع قرار السلطات القاضي بفتح الطريق أمام تنقل الأشخاص بين الولايات، انبرت منظمات شبابية بولاية تير زمور كمجموعة الزوارات في وجه كورونا من أجل تخفيف مخاطر هذا الإجراء على حياة سكان الولاية من خلال تعليق لافتات تحسيسية توجيهية للمسافرين في منافذ المدينة ترحب بهم وتدعوهم لتوخي الحذر حتى لا يتسببوا في نشر العدوى بين صفوف السكان، فضلا عن توزيع قصاصات تحسيسية على وكالات النقل بالمدينة لعرضها على المسافرين القادمين إلى عاصمة الولاية. هذه المجموعة زوارات وجه كورونا قررت اليوم بنا تعدى الحمل على جميع الوكالات من أجل تقسيم بعض القصاصات التحسيسية لكل المسافرين. هذه الحملة اللي انطلقت تركت إياها حملة مستهدفين بها الوكالات، لأن الطريق كما تعلمون بدت وبالتالي نختار الوافدين كاملين للمدينة يعودوا على دراية وعلى علم مسبق بطرق الاحتراز. ورغم الضغط الذي شكله المسافرون الراغبون في مغادرة الولاية على وكالات النقل العمومي، فقد باشر المسؤولون توجيه المسافرين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة المطلوبة. الآن أودع زميلتي عائشة منت علي التي رافقتني بلغة الإشارة في هذه النشرة مشكورة. من شمال البلاد إلى شرقها، حيث واكبت الموريتانية صباح اليوم من مقاطعة تنبتغا لحظات الأولى لرفع الحظر بين المدن ضمن تخفيف من الإجراءات الوقائية. قد ثمن العديد من سكان المقاطعة هذا الإجراء مطالبين بضرورة تكثيف التوعية والتحسيس حول خطورة وباء كورونا. اليوم الأول من بدء سريان التخفيف من الإجراءات الوقائية في مقاطعة تنبتغا، نفس جديد ودينامية تحرك عجلة النشاط الاقتصادي في السوق المركزي استعدادا للوافدين من العاصمة نواكشوط صوب مختلف مناطق المقاطعة في ظل العطلة الصيفية وبواكير مواسم الخريف الذي عادة ما تشهد المنطقة خلاله إقبالا متزايدا وحركة تنموية دؤوبة. فتح طريق مبشرنا وعطينا مثلا حيوية وعالم مولانا وبالنقط عنه أحسن فينا من اللي كان خالق والأمور بخير الحمد لله ما خاسرش. نعرف أن افتتاح هذه الطريق اللي هي مهمة وشاكرين على قفيل هذا اللي خلق به اللي يلو ما خلق ما يغلب على هذا اللي يعدل. ويبدو أن المواطنين في مدينة تنبتغا استقبلوا القرار الجديد بحفاوة وتثمين، خاصة في الشق المتعلق بإلغاء حظر التجوال وحرية التنقل بين المدن، إلا أنهم يطالبون بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، خصوصا أن الوضعية الصحية في المقاطعة ما زالت مستقرة. يا الله اللي جا من شهر نواكشوط يحكم بلو يحكم بلو كله يقعده بلو، لا يجي حد يسلم عليه، اللي يبغى يسلم على أخوه يسلم عليه في تليفون ونجي في داره ما نختيره. فتح الطريق ما شاء الله زين عندنا
ويقي رياضتنا نحن كاملين زينا عندنا ومساعدين فيها، والدولة جزاها الله خير معدلتنا يا غير مليالتنا احنا لا انت مو نحن كنا معدلين نزيدوا في حتى. وبين الفرح بعودة الحياة من جديد إلى طبيعتها والتخوف من خطر الفيروس الذي ما زال قائما، تتأرجح الأوضاع العامة في المقاطعة أملا في انقشاع الوباء بشكل تام. تحاول مقاطعة تنبدغة رغم التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي أن تظهر استعدادها مسيرة للتعايش مع الوباء ومواكبة للتطورات الصحية المرتقبة. عبد الودود والسدنة، قناة الموريتانية، مقاطعة تنبدغة. وتبقى معنا عبد الودود السدنة من مدينة النعمة. عبد الودود، اليوم تم فتح الطريق بين الولايات، كيف استقبلت مدينة النعمة هذا الإجراء وإذا صح تعبير ولاية الحوض الشرقي بشكل عام؟ مرحبا بديدي، الطابع العام في مدينة النعمة لا يختلف كثيرا عن باقي المدن الداخلية التي شهدت اليوم الرفع الكلي للحظر والسماح بالتنقل بين الولايات الداخلية. هذا القرار تقريبا حقيقة لاقى ترحيبا واسعا في صفوف من التقينا من المواطنين في هذه المدينة اليوم وفي مختلف المناطق التي زرناها من ولاية الحوض الشرقي، خاصة وأننا حاولنا أن نرصد هذه التفاعلات إزاء هذا الإجراء في بعض مناطق ولاية الحوض الشرقي ضمن رحلة قادتنا إلى كل من مقاطعتي جيغني وتنبدغة وبلدية عوينات الزبل ومركز بوسطيل الإداري والعديد من القرى والأرياف المترامية بين هذه المقاطعات. حقيقة لامسنا أيضا أن المواطن في ولاية الحوض الشرقي بات يشعر بخطورة الوباء ويستحضره في تفاصيل حياته اليومية، هذا ربما سيعزز من هذا الإجراء ويحد من تفشي الفيروس إلى حد ما داخل البلاد. هذا بشكل عام. أما بخصوص مدينة النعمة التي تشهد هذه اللحظات نزول المطر بالقرب منها، حقيقة بديدي تعلم أن مدينة النعمة فيما يخص هذا الإجراء اليوم هي تحظى بموقع جغرافي بعيد جدا من العاصمة نواكشوط يزيد على 1000 كيلومتر، وربما يكون المسافرون ما زالوا في الطريق إلى مدينة النعمة من العاصمة نواكشوط، وهذا لذلك لاحظنا عدم الاكتظاظ في الطريق رغم أنه يجري الحديث عن قدوم مئات المواطنين إلى مدينة النعمة من العاصمة نواكشوط، خصوصا أن مدينة النعمة مقبلة على خريف ربما يكون متميز كعادتها دائما. كذلك يجري الحديث عن نزوح العديد من المواطنين العاصمة نواكشوط ممن كانت لديهم ارتباطات صحية واجتماعية وعملية هذا اليوم إلى العاصمة نواكشوط. دعني أختم لك بديدي بالحالة الصحية العامة في خضم هذه الإجراءات على مستوى ولاية الحوض الشرقي. حسب السلطات الصحية ثمة 56 حالة من بداية تفشي الوباء إلى الآن، شفيت منها 34 حالة والباقي مستقر ولله الحمد حالته مستقرة. الحالات الموجودة تتركز أساسا أو التي وجدت من قبل تتركز أساسا في كل من مدينة النعمة العاصمة المركزية لولاية الحوض الشرقي ومقاطعة باسكنو بوصفها منطقة حدودية صعبة. إذن هذه هي الأجواء العامة في مدينة النعمة التي كما قلت لك تشهد هذه اللحظات أجواء خريفية. عبد الودود، بعد تهاطر كميات من المطر بالقرب من المناطق المحاذية لها، ربما تلك أخبار سارة لسكان ولاية الحوض الشرقي ولسكان مدينة النعمة. عبد الودود سيدنا، شكرا جزيلا لك، موفد قناة موريتانية إلى ولاية الحوض الشرقي، حدثنا من عاصمة الولاية النعمة. وفي الحوض الشرقي دائما حيث تعمل الجهات الصحية بمقاطعة تنبدغة على تحسين ومضاعفة الفحوصات الخاصة بكوفيد 19 في هذه الفترة التي تعرف فيها المدينة إقبالا كبيرا لسكانها مع بداية فتح الطريق والتنقل بين المدن. حراك غير مسبوق تعرفه مدينة تنبدغة منذ سريان قرار التنقل بين المدن، إذ تتوقع المدينة أن تشهد إقبالا واسعا، الشيء الذي جعل الجهات الصحية تسارع لتنفيذها في ظل تزامن الظرفية الصحية مع حمى الملاريا التي تكثر خلال موسم الخريف مما يستدعي الحيطة واليقظة. كامل من التحضيرات دي المرحلة ذلك اللي بدأت هذه اللي تبدأ اللي هي فتح الطريق به اللي هو اللي لا يطلب منه ياسر من اليقظة وياسر من 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 المتابعة إننا إن شاء الله هنا نمر بعض هاي الفترة سلمت، خاصة إنها دور تخلط لنا مع فترة حمى الملاريا لأنها جاية ذيك الفترة قاعدة صعبة لنا نحن به اللي أصلاً قاعدة هي وحدها تكفي، عود معاهم اللي
هذا اللي هي عودمتين، خاصة مرضى عيا ويشوف حالات عودمتين وحرجة ويعودوا الأهل ما يشوف، معناها لابد من ياسر من نحضرهم بعد احنا ذيك الفترة انه على الأقل يتموا دائما قابلين بعملية الفرس مهما كان مدى خطورة المريض به اللي هو الملاريا. يجيك واحد قاع في غيبوبة يجيك مرفوض من خلوات. أهالي المدينة مرتاحون لوضعيتها الصحية، فهي لم تعرف سوى تسجيل إصابة واحدة من فيروس كورونا، لكن فتح الطريق والترحيب به لا يخلو من نبرة التخوف والشفقة على الأهالي هنا من القادمين من جهات أخرى خشية تفشي العدوى بين سكانها. الناس اللي خايفة من مجيء الخلق اللي جاي من واقس وزي غالب نفس الوقت، لكن هم اللي عنده حاله هم اللي خايف هو الراس وقاضي قمامته ومتعد من صاحبه وقابل ملي الاحتياط هو الراس، هذا أغلبية الناس قام اعتمد على هذه الحالة اللي هي، والحمد لله هذا زين عندنا والله ومصرين به بلي الناس لياسم زمن قاضي عن أهالي وكل يبقي يجابر مع أخوه صاحبه وعتفاهم ملي لأن هذا الوباء موجود وخالقنا لا تعايش معه. وطالب من أخوتنا المواطنين اللي جاي من واكشوط يتحافوا لروسهم يتحافوا لأخوته، بالنسبة لهم كانوا في بلد هي المرض، وإحنا أول حالة تسجل مقاطعة تنبطق اليوم هذا، حالة خرقت اليوم هذا ولاته جاية أصلا من واكشوط قالوا عنه، وطالب منهم أخوتنا الجايين وفتت المطريق أنهم يتحافظوا أخوتهم الجايين وقادمين لهم، منهم قد يعزل راسه ويعطوا الله يعدله، ومنهم ما قد بعد يدير كمامة وتم حافظه على راسه. تبدو مدينة تنبضغة على كامل الاستعداد صحيا لمواجهة عودة السكان إلى المدينة بعد العزلة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، لكن هاجس التخوف من زيادة حالات الإصابة بكورونا لا يمنع العودة إلى المدينة وصلة الأهالي. وللاطلاع على جاهزية المستشفى الجهوي بمدينة النعمة نستضيف لكم الدكتور العساوي سالم وهو المدير العام المساعد لمستشفى النعمة. أهلا بكم دكتور. دكتور هل تسمعني؟ دكتور، مع فتح الطريق بين الولايات ما هي الاستعدادات التي اتخذها المستشفى الجهوي للنعمة موازاة مع هذا الإجراء؟ مستشفى النعمة مركز استباب بالنعمة اتخذ عدة إجراءات في اتجاه التكفل بمرضى كورونا. هذه الإجراءات بدأت بتطبيق التام للقوانين والتوجيهات السامية مع وزير الصحة واللجنة المشرفة على وزارة المشرفة على محاربة كورونا، حيث تم أولا على مستوى المستشفى فتح بوابة عمومية للمستشفى موحدة يتم عبرها الكشف المبكر عن جميع الداخلين إلى المستشفى يوميا واردين إلى المستشفى مهما كانت حاجاتهم في المستشفى لتقصي الأعراض اللازمة التي تتطلب إجراء فحص كوفيد لصاحبها، وإذا تبين الفحص المريض توجد عنده الأعراض يوجه مباشرة للفحص ولا يسمح له بمخالطة باقي زوار المستشفى. ثانيا على مستوى الجهوزية تم توفير ما نقاط صحية لغسل اليدين مزودة بالمياه والصابون والمعقمات الكحولية عند البوابة الرئيسية للمستشفى وعند جميع بوابات الأقسام الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات بإنشاء وحدة علاجية وقسم علاجي مكلف بالتكفل بمرضى المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19. وهذا المستشفى بطاقة استيعابية لحد لحظة ب 16 سرير، منها 4 أسرة في وحدة العناية المكثفة ومزودة بأرقى وأحدث الأجهزة المتطلبة، ووحدة للحجز الصحي 12 سرير، يتكفل به طاقم طبي من طبيبين عامين وفريق من الممرضين ممرض الدولة وممرضين عامين وفني عالي في التخدير والإنعاش، وكمان المرضى المصابين بكوفيد والذين تطلب عندهم حالات جراحية تتطلب معاينة جراحية وعملة جراحية يتكفل بها الفريق الجراحي في المستشفى من جراحة عامة ومن أطباء نساء. وفي هذا الأساس على مستوى المستشفى لحد الآن تم إجراء 161 فحص للكشف عن أمراض الكوفيد، ومنها وجد 7 حالات موجبة، منها 3 مرضى تم إخراجهم من المستشفى بتعافي تام في المياه وحالتي وفات، واثنان تحت المتابعة حالا. إذن تحت المتابعة حالا. إذن دكتور العساوي سالم المدير العام المساعد للمستشفى النعمة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من النعمة عاصمة الولاية.
وإلى مدينة نواذيب، حيث انطلقت الليلة البارحة عمليات توسيع الأسماك المخصصة للمقاطعة ضمن المرحلة الثانية من التوسعات المجانية على الفئات الأكثر هشاشة. تدخل هذه الكميات البالغة 40 طنا في إطار مساعي السلطات العمومية لمؤازرة الفئات الضعيفة للتخفيف من تبعات وباء كوفيد-19. 40 طنا من الأسماك المخصصة لمقاطعة نواذيب ضمن المرحلة الثانية من التوزيعات المجانية تتم معاينتها قبل توزيعها على المواطنين. حاكم مقاطعة نواذيب أشرف رفقة معاونيه على انطلاقة هذه العملية ووضع الكميات في شاحنات من أجل توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا بالمدينة في سياق مؤازرة السلطات العمومية للمواطنين في زمن مجابهة جائحة كورونا. انطلقت هذه العملية هذا المساء على مستوى مدينة نواذيب، وذلك من خلال شحن وتوزيع 35 طن من الأسماك وتوزيعها على السكان من خلال لجان تشاركية في الأحياء. هذه الكمية هي جزء من الكمية المخصصة للمقاطعة والبالغة 40 طن، 35 طن منها كما قلت ستوزع داخل المدينة اعتبارا من اليوم وتتصل للسكان في منازلهم، وخمسة أطوان سيتم تخصيصها للسكان في القرى والمناطق الريفية التابعة للمقاطعة. هذا الدعم يأتي استكمالا للدعم الغذائي الذي قدم للمواطنين خلال شهر رمضان المصرم، وهو يدخل في إطار الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للسكان في هذه الظرفية التي مرتبطة بجائحة كوفيد-19. حصة مدينة نواذيب والتي تقدر ب 35 طنا يتم توزيعها بالتنسيق مع هيئات المجتمع المدني العاملة على المستوى المحلي داخل ما يزيد على 74 حيا في المدينة. شاركنا في هذه العملية عملية توزيع السمك، اللي قمنا بإعداد اللوائح مع المقاطعة من حي كانصادو إلى حي ترحيل، وسيستفيد 74 حي من هذه العملية، وقطعا عنه سيصل المواطنين في منازلهم. المستفيدون من التوزيعات المجانية ثمنوا هذه العملية ونوعيات الأسماك المستلمة في هذه الظرفية الاستثنائية. بعد ما شاء الله الدولة قامت تمرك شي ما هو بقيمته، بقيمته كبار ما شاء الله. هنا عندنا ما لدينا زادوا شي ما شاء الله ما زيان عندنا، وعطيتنا محامدين محامدين الشكر نشكر عليه الدولة. هذا وتستفيد ولاية داخلة نواذيب من 50 طنا مقدمة من طرف فاعل قطاع الصيد البحري في إطار المجهود الوطني للتخفيف من تأثيرات وباء كوفيد-19. الآن مشاهدينا الكرام نصل إلى الملف الأسبوعي الذي يأتيكم كل جمعة ويناقش أبرز مواضيع الساعة ويستضيف ذوي الشأن لمناقشتها. نلتقي بعد الفاصل. فتح الطريق بين الولايات اليوم إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في السفر إلى الداخل، وذلك بعد أن قضوا أكثر من 3 أشهر في العاصمة نواكشوط بسبب جائحة كورونا. فريق من الموريتانية زار المنفذ الشرقي لمدينة نواكشوط على طريق الأمل، وعد التقرير التالي. الساعة 6 صباحا، المكان بوابة نواكشوط الشرقية 25 كيلومترا على طريق الأمل. الأمل الذي يتحقق اليوم بفتح باب التنقل بين المدن الداخلية لجميع الموريتانيين، لحظة تاريخية انتظرها الموريتانيون بفارغ الصبر منذ ما يزيد على 3 أشهر عاشوها في منازلهم بعيدا عن أحبابهم وأهاليهم بسبب وباء كورونا. سيارات شخصية وباصات للنقل، شباب وشيب، أطفال ونساء يغادرون العاصمة وسط التزامهم الواضح بالإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا. معركة مع هذا الفيروس القاتل لم تبدأ إلا الآن، لأن المجتمع بدأ يتواصل تواصلا أكثر وبفعالية أكثر. المواطنين يتنقلون داخل البلد، ويجب أن يحترز كل مواطن من أن ينقل المرض إلى أهله. يجب أن يعامل أهله على أساس أنه مصاب، حتى ولو لم تكن لديه أي أعراض يجب أن يحس أنه يتحمل مسؤولية كاملة عن أهله وعن ذويه وعن جيرانه، وبالتالي يجب أن يأخذ كامل الحيطة وكامل الحذر. الناس لا تمشي بالشور والكياس. متحمد مولانا على القرار اللي هو
وتول كياسة فاهم. هذا الآخر مراكم والآخر كلها بعض الإجراءات الخاصة به اللي ناصحتوا به وزارة الصحة. يلا تليات تبعت كلها عدلين ديستانس بينه هو الثاني متر ولا ذاك، ودير كمامات وتم تغسل يديه وتعقم وتعس من التجمع وكرة الناس. متطوعون شباب في الهلال الأحمر الموريتاني تولوا عملية تحسيس المسافرين والناقلين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية ضد هذا الوباء الخطير. هاي فرق من الهلال الأحمر الموريتاني، تعرف عن الهلال الأحمر الموريتاني مساعد للسلطات العمومية في المجال الصحي، بمناسبة فتح طريق بين الولايات ورفع حظر التجول عبأنا فرق على منافذ نواكشوط الأربعة للتحسيس من الوقاية للوقاية من فيروس كورونا، ولتوزيع الكمامات ولإعطاء الإرشادات الضرورية من تخفيف السرعة بالإضافة للإجراءات الاحترازية الضرورية في مواجهة كوفيد. وفي ظل هذه الإجراءات الجديدة التي تسعى الدولة من خلالها إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا، يبقى على المواطن أن يتقيد بالإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا بارتداء الكمامات وغسل الأيدي والالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى ينتهي الوباء نهائيا وتعود الحياة إلى طبيعتها. السيد المحمودي للموريتانية. زميل سيد والمحمود الذي أعد هذا التقرير الذي يمهد لموضوع ملفنا الأسبوعي لهذا الأسبوع. طبعا للحديث عن هذا الموضوع نستضيف لكم كلا من السيد الشيخ والعبد الله واللواه وهو والي ولاية الحوض الشرقي، والدكتور محمد أحمود والعلي محمود وهو مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة. أهلا بكم معي في هذه النشرة وفي ملفنا الأسبوعي لهذه الليلة. سيد الوالي، بداية لو نبدأ معك، اليوم تم فتح الطريق بين الولايات والتنقل المواطنين وإلقاء حظر التجوال، بالنسبة لولاية الحوض الشرقي ما هي الإجراءات التي اتخذتم لاستقبال قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نحن نعبر عن ارتياح الكبير لسكان ولاية الحوض الشرقي بهذا القرار اللي قبلت اللجنة الوزارية بفتح الطرق بين الولايات، وهذا طبعا جاء بعد فترة طويلة، فترة 3.5 أشهر تقريبا من إغلاق اللي قبلت من سلسلة الإجراءات اللي قبلت الدولة من أجل مواجهة هذه الجائحة. وعلى ذلك الأساس نختار نقول عن هون على مستوى ولاية الحوض الشرقي قبلنا جملة من الإجراءات من أجل عن المرور من المواطنين من وإلى الولاية تخرج بشكل سلمي بدون عن تخرج فيها مشاكل. على ذلك الأساس المحاور الطرقية الأساسية خاصة بمدخل الولاية الغربي من جهة نواكشوط تم اتخاذ إجراء، تم تعزيز يعني الحواجز الأمنية الموجودة بطواقم صحية من أجل عن جميع لا قدر الله الحالات إلى خرقت تم تكفل بها بسرعة. في نفس الوقت مولي عدن اجتماعات يامس مع ممثلين الناقلين من أجل تعبئتهم على الإجراءات اللي قبلت وزارة المتخصصة. قبل أسبوع ولا اثنين زارنا هون معالي وزير تجهيز النقل والدولة قبلت إجراءات من أجل عن جميع المحاور الطرقية على مستوى الولاية هون تعود معدلة مهيئة لهذا القرار. إذا قد نقول عن بشكل عام عن الإجراءات الضرورية على مستوى الولاية هون عن تم اتخاذها بين جميع المتداخلين على مستوى الولاية. إذا السيد الشيخ والعبد الله واللواه والي ولاية الحوض الشرقي رجاء أن تبقى معنا. سأنتقل إلى مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد أحمود والعلي محمود. أهلا بك معي سيد مدير. سيد مدير، بالنسبة لقطاع الصحة هل تم تحضير وتجهيز المستشفيات في المدن الداخلية بكل ما يلزم لتوفير التغطية الصحية الكافية خصوصا مع بدء تخفيف الإجراءات وفتح الطريق بين الولايات؟
هنا الشعب الموريتاني لافتتاح هذه الإجراءات ولا تخفيف هذه الإجراءات اللي شهدنا من فجر اليوم من افتتاح المدن ومن رفع حظر التجوال الليلي. نختار نقول لأن وزارة الصحة لها شهرين ولا ثلاثة متباركة مع تجهز هذه اللحظة اللي هي عن طريق نشر فرق التدخل على مستوى جميع المقاطعات على مستوى جميع الولايات فرق تدخل سريع في حالة أي إنذار والله حد حس بشيء عندها الوسائل اللي تتنقل اللي توصله. هذا طبعا بالإضافة إلى تجهيز المستشفيات من أجل استقبالها وتخصيص مسار خاص على مستوى كل نقطة صحية وكل مركز صحي لحالات الاشتباه. معناها شنو؟ معناها أن رجال جايين يعود اللي لا يستقبل عند باب الطب والله باب النقطة الصحية إلين يعود حالة اشتباه لا يمشي لزر لعل يعدي الناس. بالإضافة طبعا لإمكانية أنه تزور الفرق على في منزله سابق ذاك ياكنه ياكنها تدخل باط والله ذاك الإنذار ذاك هو يستجاب له. هذا طبعا عن طريق الرقم الأخضر وعن طريق الاتصال المباشر بذي الفرق الذهية. هذا التجهيز بالإضافة طبعا لهذه الأيام اللي هم أخلق فيهم تجهيز من قد نظام السلامة الطرقية من طريق سيارات الإسعاف اللي أصلا كانوا على طريق نواكشوط ألاق تم ذو الأيام نشرهم على المحاور الأخرين نواذب نواكشوط محور نواكشوط الزوارات بالإضافة للمحاور الأخرى كاملة ياكنهم هي عبارة عن سيارات مجهزة فيها أدوية وفيها فرق متخصصة في نقل وإسعاف مرضى الحوادث والله زاد ضحايا حوادث السير. طبعا هذا الإجراء اللي قال له تخفيف الإجراءات اللي خلق اليوم نختار ننوه بأنه إجراء عبارة عن تخفيف الإجراءات اللي هي قال ما معناها أعلن الكورونا أعلن هوفات العكس تماما. هذا التخفيف لين يخلق احنا نتوقع لا قدر الله زيادة في أعداد الحالات وبالتالي هي اللي يعدلون هذه التجهيزات اللي هما نختار نقول أعلن التجهيز هون أعلن رفع الحظر يالترافقه تعزيز الإجراءات الأخرى اللي هي شنهي اللي هي التباعد الاجتماعي اللي هي الالتزام بالكمامة اللي هي الالتزام بنظافة اليدين وبصفة دائمة اللي هي المحافظة على الرواجيج الكبار وعزلهم لعل يتعرضوا للإصابة. هذه الإجراءات اللي هي يجب تعزيزها بالإضافة طبعاً على الأسواق يالتهم والتجمعات كاملة يالتها تعود فيها أقصى درجات الحيطة والحذر. نضيف على ما بعد كورونا ما يقد يعود أبداً كيف ما قبلها. معناها شنو؟ معناها على فهم تغيير السلوكيات اعتماد سلوكيات تعود فيهم النظافة وفيهم التباعد الاجتماعي وفيهم المحافظة من انتقال المرض اللي هي يالتها تعود محافظة عليها. فعلا هذا المرض اللي هو احنا دخلنا مرحلة التعايش معه وهذه مرحلة التعايش تستدعي هذه الإجراءات كاملة اللي هي وذي مرحلة التعايش تقدر تعود طويلة شوي. إذا الدكتور محمد أحمود والعلي محمود مدير الرقابة الوبائية رجاء أن تبقى معنا. سأعود مرة أخرى إلى والي ولاية الحوض الشرقي السيد الشيخ عبد الله اللواء. السيد الوالي هل هناك تجاوب ووعي من لدن المواطنين بضرورة المحافظة على الإجراءات الوقائية وهل تم الالتزام بهذه الإجراءات من طرف شركات النقل والمسافرين؟ طبعا بالنسبة للمواطنين هون وعي كبير لاحظناه وهذا بفضل الجهود الكبيرة اللي قاموا بها هون السلطات الإدارية والسلطات الأمنية والطواقم الصحية والمجتمع المدني والمنتخبين بحيث أن لاحظنا عنا احنا هون على مستوى الولاية فتنا عدلنا داغرة 800 فحص
على مستوى الولاية، وظهرت لنا 56 حالة على مستوى الولاية إلى حد الساعة، ظهرت عندنا 17 حالة نشطة، وفهم تجاوب كبير من المواطنين، حتى عنا لاحظنا عن المساعة اللي قبلت الدولة إجراءات غلق الحدود، فتنا رأينا سجلنا لها 9 حالات جاية من خارج البلد، جميع الحالات الأخرى جاية من ولاية من داخل البلد، هذا بفضل الوعي اللي لدى المواطنين، بفضل تجاوبهم الكبير معنا، حيث أن كل حد هنا تياها على مستوى الولاية ظهروا فيه الأعراض، والله قاع حتى جاي من مرقب أهلهم اللي بلغوا عنه. إذا هو نختار نشيد بالدور اللي لعبوا هون السلطات الأمنية على مستوى الولاية، بحيث أن لعبوا دور كبير من أجل ضبط حظر التجول وضبط السلطات قواتنا الأمنية قواتنا العسكرية من أجل إغلاق الحدود، والتجاوب كان لباس به من طرف المواطنين، من طرف الوجهاء، من طرف الفاعلين في المجتمع المدني، من طرف الشباب، وهذا مكننا الحمد لله من توصل للنتائج لباس بها. يعني نختار نضم صوتي لصوت الدكتور ونقول عن ذا المجهود يلا يتواصل اللي ضركت لين نفتحوا الحدود يعني على مستوى الداخل، يلا الناس هاك المجهود اللي كان عند المواطنين معدين فاعلين على المستوى المحلي يلا يضاعف وينزاد باللي اليقظة تم اللاب صفتها باللي الوباء مازال لا فينا. والناقلين أيضا لاحظنا فيهم تجاوب كبير، اليوم على مستوى الولاية خالط 22 حافلة باتجاه نواكشوط، وهذه جميع الحافلات اللي خالط يسوى الكبيرة يسوى المتوسطة قاضين لإجراءات السلامة اللي طارحة سلطة تنظيم النقل من كمامات وسقي الأيدين بالصابون وإلى آخره من الإجراءات اللي حددت سلطة تنظيم النقل. إذا فهم تجاوب وراجين إن شاء الله عند التجاوب عن يعطي نتائج إيجابية في المستقبل. إحنا متفائلين خاصة عن قطاع الصحة والطواقم الصحية قبل إجراءات ذاتهم على مستوى مستشفى الجهوي وأيضا على مستوى المستشفى على مستوى المراكز الصحية في المقاطعات وحتى النقاط الصحية عندهم فرق يجولوا في الولاية ويواصلوا عمل التحسيسي أيضا جميع الحالات المشتبه فيها يقبلوها ويفحصوها ويعدلوا لها يقبلوا ذاك الإجراءات الضرورية. إذا أنا مرتاح من مستوى التجاوب المواطنين والفاعلين والصحافة المحلية الجهوية اللي لعبت دور كبير والمجتمع المدني والشباب والمنتخبين وطبعا الناقلين اللي لاحظنا اليوم. ونكد أيضا عن اليوم النهار الأول ما خلقوا مضاربات الأسعار، يعني جميع الناقلين اللي وعدين نواكشوط نفس الأسعار اللي كانوا يمشوا بها في الزمن الماضي واللي طبقوا اليوم، وهذا بفضل يقظة السلطات الأمنية على مستوى الولاية وتعاونهم مع سلطة تنظيم النقل. إذن السيد الوالي رجاءً أن تبقى معنا، سننتقل إلى ضيفي الثاني وهو مدير الرقابة الوبائية دكتور أحمد حمود العلي محمود. دكتور مرة أخرى، ما هي الاستراتيجية التي تبعها قطاعكم يعني قطاع الصحة مع الإجراءات الجديدة؟ الاستراتيجية اليوم اللي تبع قطاع الصحة هي استراتيجية شبه تعايش مع الوباء اللي هو احنا الحمد لله اليوم ربحنا ياسر من الوقت الثمين في بداية لأن تأخر عنا وصول وبائنا، وبالتالي كانوا مكتوبين عندنا جميع الاستراتيجيات اللي يلا نلتزموا في أي حالة يسوى هي شنهي. اليوم الاستراتيجية اللي هي عندنا مشروع يقظة مجتمعية فيه فرق منتشرة على مستوى المقاطعات كاملة وعلى مستوى الولايات كاملة، هذه الفرق اللي هي عندها عملها الأساسي يتشكل في التعبئة والتحسيس كيف قال سعادة الوالي والاستجابة للتنبيهات، مثلا الرقاج يتلود للمرض اللي هو عندنا، جميع نقاطنا ومراكزنا الصحية عبارة عن تلود زاد هي مولي وفيها الفحص اليوم ورقاج كامل مصاب والله فيه الأعراض والله فيه شيء شابه الأعراض ينفحص ولين يعود إيجابي، فم استراتيجية للتكفل به يسوى ذاك اللي منها عمل ويسوى ذاك اللي منها مادي، مثلا فم مسارات مرسومة جاهزة وفم أماكن للتكفل جاهزة وفم أماكن للعزل جاهزة دائما. اليوم نعتبر أن الحمد لله نظامنا الصحي من بداية الجائحة إلى ذلك
قطع مراحل كبيرة جدا من أجل التحضير للجائحة. لأن اليوم على مستوى نواكشوط نقدون اعتبروا على أن ذاك اللي صعيب اختمرانا به، اللي عدد الحالات الحمد لله يبدأ في تناقص وعدد الوفيات يبدأ في تناقص، إلا أن خايفين من 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 الداخل، خايفين من الداخل أن يعودوا، ما نعرفوا حقيقته في الوقت الحالي، والله لعل يعودوا لا هي تخلق فيها ارتفاع إلى اللي المواطنين ما التزموا بذي الإجراءات اللي هي. وبالتالي نختار نقول اليوم المواطنين علن الكرة في مرماهم، علن اليوم هذا الوباء النظام الصحي والحكومة بصفة عامة ذاك اللي عليها فات عدلته ضرك. الحمد لله نشهدوا حالة استقرار، جميع المرضى متكفل بهم، جميع الحالات الجديدة متكفل بها، متابعة جيدة. إلى اللي يخلق ارتفاع عقب هذا لا يعود سبب، وشنه لا يعود سبب وعدم ذيك الإجراءات الذكية وعدم المسؤولية وكون الناس شكت على أن الوباء مات لخارج. نختار نزيد ونكرر على أن الوباء مازال خارج به، اللي هو ما حده ما فات يجبر له علاج تام، والله ما حده ما فات يجبر له لقاح لا يعتمد لا خارج. يقير في الحقيقة هذه الإجراءات الذهية من شبه المستحيل الالتزام بها، به اللي ما هي ممكن، وبه اللي عندها ياسر من التأثيرات الاقتصادية وحتى الصحية، به اللي نظام الصحي نعتبره على أنه ذي إجراءات الحجر أثرت عليه حتى وأثرت على مؤشرات الصحة. وبالتالي الفتح عاد ضروري، يا غير ضروري لا يلين يعود مع ذاك الالتزام اللي هو. ونختار ما اللي نكرر اعلن الفتح لا قدر الله لا خلقوا حالات زائدة لا هي يرجع لإغلاق ما اللي من جديد، وبالتالي ما نختار ونوصل لذيك المرحلة اللي هي ونستنهض في المواطنين روح المسؤولية وروح التضحية في ذي الفترة اللي هي. ياك تلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي، ياك تلتزم بنظافة اليدين، وياك تلتزم بالكمامة، وإن رجاج يعود يحاول يكانوا ما يعدي ويحاول يكانوا ما ينقل المرض. وشكرا. إذن كل الشكر لك دكتور محمد حمود والعلي محمود مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة، شكرا لك، كنت معنا في ملف الأسبوعي لقناة الموريتانية. شكرا لكم كذلك السيد الشيخ والعبد الله واللواه والي ولاية الحوض الشرقي، كنت معنا من عاصمة الولاية النعمة، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. بذلك وصلنا إلى ختام الملف الأسبوعي لهذه الليلة وكذلك ختام نشرتنا الإخبارية. نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير الداخلية واللامركزية والصحة يشاركان عبر تقنية الفيديو في حفل انطلاق مشروع الحماية المدنية والطوارئ الصحية بموريتانيا. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 85 حالة شفاء و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. بدء اليوم على عموم التراب الوطني سريال وتخفيف الإجراءات الاحترازية وفتح الطريق بين مختلف ولايات الوطن. مشاهدينا الكرام، لمحاصرة الجائحة الزموا بيوتكم ونحن نرافقكم بالمعلومة والخبر، كما أنه بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة. موعدي يتجدد معكم بحول الله في نشرة منتصف الليل. إلى ذلك من حين هذه تحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء.